جل وعلا. وأولى الطرائق في هذا أن تدرك في سريرة قلبك فقرك العظيم إلى رحمة ربك الكريم. الرحمة لا تؤتى لمن لم يقع في قلبه أنه فقير إلى رحمة الله. أولى طرائقها أن يدرك العبد أنه فقير كل الفقر إلى رحمة الله، وأنه مهما أوتي من أسباب الدنيا ونال فإن ذلك ليس بجاعله منفكا عن الفقر إلى رحمة الكبير المتعال. فيبقى العبد أيا كان حاله مفتقرا إلى رحمة الله. وليعلم أن العباد في افتقارهم إلى رحمة الله جل وعلا سواء القريب منهم والبعيد، من كان منهم في عنفوان ملكه وماله وجاهه، ومن كانت قد انقطعت به الأسباب في ظلمات البحر. فالفريقان فالرجلان فالإثنان كلاهما في فقره إلى الله عز وجل فقر واحد، لا أحد على وجه الحقيقة هو مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا كان الملائكة العظام الكرام الذين يحملون العرش يحملونه وهم يسبحون